بالعودة إلى المستشفى المعمداني، ومن هناك ينضم لنا مراسلنا باسل خلف لرصد مزيد من الشهادات على هذه المجزرة البشعة. تفضل باسل. يحيى، نحن ما زلنا في داخل الساحة التي تم استهدافها الليلة الماضية، والدخان المنبعث من هذا المكان رائحته ويعني الوضع الصعب، لكن هنا التقيت بالدكتور فضل نعيم وهو كان داخل المستشفى وهو اختصاصي العظام، موجود هنا ومصاب أيضا يعني بإصابة في رأسه من جراء هذا الحدث. دكتور، شهادتك عما جرى. في الحقيقة يعني الأمر صعب أن يوصف. احنا كنا طبعا من الصباح في قسم العمليات نجري بعض العمليات لجرحى مختلفين. فجأة سمعنا صوت انفجار ضخم، انفجار كبير. في البداية ظننا أن هذا الانفجار ناتج عن قذيفة من قذائف تقذف على غزة طول النهار طول الليل، فيعني استمرينا في عملنا. فجأة اندفع الناس إلى داخل قسم العمليات، الحقونا في جرحى في قتلى، فأدركنا الأمر أنه في داخل المستشفى. لحد تلك اللحظة لم نكن نتوقع ولا نظن أن يحدث مثل هذا الحدث في داخل المستشفى، أن تقذف قذيفة تقتل الناس الآمنين. خرجنا من قسم العمليات، كل الطاقم ترك ما في يده وخرج الى خارج المستشفى، فتفاجأنا بالمشهد البشع الصعب جدا. المنطقه كلها، هذه المنطقه اللي انت شايفها، كانت ممتلئه بالجثث والمصابين والشهداء والقتلى والمقطعه اشلائهم. طبعا احنا كطاقم طبي وظيفتنا انقاذ الحياه، فبحثنا عن ما يمكن انقاذه، فنقلنا جزء من المرضى الى داخل قسم الطوارئ وبدينا نتعامل معهم للاسعاف من اجل اسعافهم. تواصلنا في اللحظه نفسها مع إدارة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة وكذلك مع الدفاع المدني اللي حضروا بعد قليل، واستمرنا في مساعدة المرضى وإنقاذ المرضى لحد ما تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء. الحقيقة يعني المصاب الصعب والصادم بالنسبة لي لما خرجت بعد ما انتهينا من إنقاذ المرضى والتعاون معهم، إن تفاجأت أن هذا المكان كله ممتلئ جثث، ممتلئ أجزاء مقطعة، في كل مكان في حد. دكتور، اللي انا فهمته منك انه الاطباء كانوا بالداخل، يعني كل الشهداء كلهم من المدنيين المواطنين الذين كانوا، لا يوجد شهداء اطباء؟ لا لا لا، لم يعني من الطاقم اصيب اثنين من الطاقم، الشهداء والجرحى كلهم من النازحين. هذه المستشفى تقع في مركز مدينة غزة، غزة القديمة، تحيط بها حي الدرج وحي الزيتون وحي الشجاعية. بالأمس كان في تهديد بقصف حي الزيتون، هذا ما حدث في الليل الماضية، ما نمناش من القصف. أكثر من 100 غارة تمت على منطقة الزيتون وتم يعني قصفها، فالناس بعد العصر بدأت تتدافع بالمئات إلى داخل المستشفى فوق الناس الموجودين. كان عندنا تقريبا 1000، صاروا آلاف الموجودين داخل المستشفى من بعد العصر، والقذيفة نزلت حقيقة في المكان اللي بيجلس فيه النازحين. يعني المستهدف في هذا القذيفة هم النازحون وإرهاب الناس، لا يوجد لكم مكان آمن في غزة، أينما تذهبون سنقصفكم. دكتور، حتى يعني المشاهد يفهم المشهد بالكامل، أنت تقول كنتم هنا منذ أيام وتم تهديد حي الزيتون بالقصف، المستشفى تم تهديده؟ بالتأكيد طبعا، في قبل 3 أيام في 14 أكتوبر وإحنا في المساء بعد ما انهينا من عملنا نزلت قذيفتين على المبنى العيادات والطوارئ. في البداية يعني ظن أنه يعني قذائف دبابة غير مقصودة، خطأ وكذا، فاستمرنا في العمل بعد التواصل والتطمين من جميع الناس، لا هذا الأمر المستشفى غير مقصود وكذا. وتم التواصل طبعا من خلال إدارة المستشفى، من خلال مطران الذي يعني هو رئيس مجلس إدارة المستشفى، مع الجهات الدولية ذات العلاقة، والكل طمنوا لن يحدث شيء ولن لا اطمئنوا واستمروا في عملكم الإنساني. أنتم مؤسسة إنسانية، مؤسسة طبية، لا يمكن أن يحدث مثل هذا. فاستمرنا، لكن اللي تفاجأنا فيه اليوم التالي تم التواصل مع المدير الطبي للمستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي بإبلاغ أنه احنا بالأمس أنذرناكم بقذيفتين، فلماذا لم تخرجوا حتى اللحظة؟ لماذا لم تغادروا؟ هذا أول أمس، يعني أول أمس قبل ليلة الحدث، قبل ليلتين، قبل يعني 14 و15 أكتوبر تم إبلاغ المستشفى بشكل رسمي أن القذائف كانت مقصودة وأنتم مهددون. طبعا إحنا برضو نعلم أن 21 مستشفى في قطاع غزة مهددة، بالتالي أخذنا يعني أنه هذا بعد طبعا تواصل وإبلاغ ذات الجهات ذات العلاقة، الصليب الأحمر والأمم المتحدة وكل من له علاقة بالموضوع، بأنه تم 1 2 3 معنا، الكل أكد أنه لا تم التواصل ولا تقلقوا استمروا في عملكم. واحنا طبعا كنا حنستمر في عملنا لانه في الاخر هذا واجبنا، واحنا دورنا انقاذ حياه الانسان ولن يعني لا نشكل خطر على احد. فبالتالي لماذا يقصف هذا المكان؟ انا في كل مخيلتي لم يكن في لحظه يخطر على بالي انه هذا المكان ممكن يقصف. المكان له رمزيتين، كونه مستشفى
ومستشفى من أقدم مستشفى يعني في غزة. يعني دكتور السياق حتى نوضح الصورة أكثر، الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه هذه هم لم يقصفوا المستشفى، أنت تقول أنه هناك مسلسل من التهديدات انتهى بهذا الحدث. صحيح بالتأكيد، يعني تسلسل الأحداث يؤكد أن هذا قصف، أن هذا القصف مقصود به، وكما قلت هي رسالة لكل مواطن في غزة أنه أينما تبعث عن مكان لن يكون هناك آمن. نحن نقول نحن يعني حقيقة مؤسسة طبية إنسانية نقدم خدمة طبية، ويعني واجبنا إنقاذ حياة الإنسان ومساعدة الإنسان. شكرا جزيلا لك دكتور فضل النعيم، أخصائي العظام وكنت إداري أيضا رئيس قسم العظام في المستشفى. صحيح شكرا جزيلا لك رئيس قسم العظام الدكتور فضل.